استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بقصر الاتحادية. ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي مع البرهان مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. نطلعنا على التفاصيل. صلاح خليل وهو باحث سوداني بمركز الأهرام للدراسات. مساء الخير دكتور صلاح. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. يعني عايزين نعرف يعني تطلعنا أيضا على هذا اللقاء وأهمية هذا اللقاء وأيضا يعني مزيد من التفاصيل. تفضل. بلا شك يعني مصر أكثر الدول تأثرا وتأثيرا بما يجري في السودان، ليس فقط بارتباطها بالحدود ولكن ايضا بارتباطها بعديد من الذين نزحوا اليها اثناء الحرب. ايضا جانب اخر زياره فيها ملف مهم جدا للسودان. مصر لديها ثقل اقليمي ودولي، فبالتالي يمكن ان تلعب دور كبير جدا في علاقتها مع الرباعيه الدوليه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، الامارات، الولايات المتحده والمملكه المتحده في اوده منبر جده للتفاوض للوصول الى تسويه سياسيه وعسكريه للازمه السودانيه ايضا القمه ايضا ربما تناقش ايضا ملفات ذات الصله ب ملف صد النهضة، التكالب الإقليمي والدولي في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر. والكل يعلم جيدا بأن هنالك تكالب لعديد من الدول في هذه المنطقة، والعملية تعمل على عدم استقرار هذه المنطقة المهمة في الاستراتيجية العالمية. وكما تعلم جيدا بأن هذه المنطقة تمر بها 8% من التجارة العالمية عبر قناة السويس، وبالتالي هناك العديد من الدول تعمل على إثارة أو على عمل على يعني على وجود بعض توتر وصراع تضع هذه الدول تتوقع وتتمتع في هذه المنطقة. جانب أيضا آخر في هذه الزيارة يتعلق بالتطورات الميدانية العسكرية على مستوى العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش ضد ميليشيات الدعم السريع. والكل يعلم جيدا بان الجيش الان اضع اكثر هجوما من ميليشيات الدعم السريع وينفذ عمليات عسكريه على مستوى ولايه الخرطوم وايضا على مستوى بعض الولايات التي توجد بها ميليشيات الدعم السريع. ولكن في الواقع الجانب الانساني ربما يتصدى مشهد هذه الملفات ونتيجه لتفاقم الاوضاع الانسانيه في السودان. الحقيقة دكتور صلاح احنا نتمنى ايضا كل الخير الحقيقة للسودان، واعتقد انه يعني هذه القمة كمان تبعث بالامن والامان ايضا للمواطن السوداني، يعني هذا التحرك وايضا يعني هذا الوجود وهذه القمة في القاهرة اليوم هي ايضا يعني تبحث على الدعم كمان وتزيد من الامن والامان بالنسبة للمواطن السوداني هناك. ونعم وفيها ايضا رؤيه استباقيه في اعتقادي الشخصي ان مصر سوف يكون لديها دور كبير ما تمتلكه من خبره في عمليه اعاده الاعمار في السودان. فبالتالي هذه النقطه ربما الناس تتساءل لماذا لم تنتهي الحرب بعد، ولكن في الواقع هي نظره استباقيه بلا شك. صحيح. نقطة جوهرية ومحورية في عملية بناء عملية الإعمار في السودان، فلمصر هيكون لديها تملك من الخبرة، تملك من العمالة، تملك من المساهمة بنسبة كبيرة جدا في عملية إعادة الإعمار، كما تعلم جيدا بأن العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية وليها روابط ومصاحرات. أكيد عارف دكتور صلاح، هي الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت إذا لم تنتهي الحرب بعد، ولكن هي الجاهزية اللي هي ما بعد اليوم التالي لانتهاء الحرب لابد أن يكون هناك جاهزية وإعادة أيضا الإعمار وإعادة الحياة بشكل طبيعي حتى يعود المواطن السوداني إلى حياته بشكل وأيضا يعمر ويستثمر في بلده وتعود كما كانت وأفضل بإذن الله. دكتور صلاح خليل الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.